السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ بخير يا شباب. انا كنت وجد حدا مسجد باريس الكبير اللي كتعرفوه، هو مسجد مورايا. المهم مور هاد الشجره اللي كتشوفوا، بعض المرات هنايا في حدا المسجد كنشوف بعض الشباب كيلبسوا واحد جلالب يعني بكثرة الالوان، يعني جلالب بحال نقولوا مرقعين. شوفوا معايا، هاو معنا الاخ من المغرب، من كازا، من البرنوسي. من البرنوسي، شوف هاد الجلابه اللي لابس، كي داير؟ شفتوها؟ إذن أنايا شفت واحد السيد بحال هذا ولبس هاد الجلابة هادي، وكانوا جوج دراري دخلوا للجامع كيصليو، إخوة متقي الله تبارك وتعالى. المهم أنايا شوية فضولي، بغيت نفهم، بغيت نعرف علاش هاد الناس لابسين هاد الجلالب. هاد الجلالب كيقولوا لهم، اش كيقولوا لهم؟ مرقعة. مرقعة، وقلت لي الأخرى كلمة دربالة. لا الأخرى دربالة وأخرى ملبدة. لا قلتيها كركرية ولا؟ الطريقة الكركرية. الطريقة الكركرية، الطريقة الكركرية، وهي هاد الجلابة هادي مفصلة بهاد الشيء هذا. هاد الجلابة شباب ماشي يعني مقطعة هما رقعوها وكل، لا كيفصلوها هكا، كيجيبوا طروف هاد الألوان ديال الثوب كيف ما كتشوفوا وكيفصلوها هكايا. ديك النهار تلاقيت مع واحد السيد وسولته، قلت له علاش عمل هاد الشيء هذا؟ هو شرح لي، انسان ماشي من ماشي مغربي، اش قال لي؟ قال لي بلي ان هما كيلبسوها هكايا، يعني جلابة مدربالة يعني مرقعة، كيلبسوها هكا باش يبينوا لله تبارك وتعالى. هذه الكلام ديال الاخر، باش يبينوا لله تبارك وتعالى بلي ان هاد الجلابه هذه رقعناها باش راحنا زعما يعني كنقتلوا هاد النفس ديالنا اللي كتبغي. حنا كنبغيو نتواضعوا زعما، حنا كنرقعوها زعما حنا راه لابسين حوايج مرقعين، كيبغيو يبينوا لله تبارك وتعالى. هذا الكلام ديالو هو، لان هذا الكلام ماكش مقتنع به انايا. اليوم انا تلاقيت مع الاخ، شفتو قبيله غادي وتسنيتو احتاجه وسولته، والحمد لله الاخ مغربي. اذا حنا غادي نسولوه، هو عنده فيرسيون اخرى، ندورو شويه هكايا باش يكون مورانا. نعم كره. اذا الاسم ديالك عصام. عصام، الاخ عصام دابا غادي تشرح للاخوه، خويا بخير غادي تشرح للاخوه اشنا هي هاد الطريقه ديال سميتو عليه وعلاش نتوما كتلبسوا هذه. اشرح تفضل اخ. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ديجا الاساس هو حنا طريقه سميتها الطريقه الكركريه، وهذا الشيء كله علاش كنديروه؟ كنديروه باش نعرفوا الله ونعرفوا نفسنا ونفسنا تتربى. فالله فاش الله قال لنا في القران وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، والتفسير ديال ابن عباس هي الا ليعرفون. صافي باش تعبد الله خاصك تعرفو، ما يمكنش تعبد واحد الله اللي انت راه ما عارفش، غير كتقول الله وما عارفوش. دونك هاد الخلق ديالنا هي باش نعرفوا الله. دونك كيفاش غتعرف الله؟ هذا الشيء هو اللي كنخدموا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا من عرف نفسه عرف ربه. صديق الطريق باش تعرف الله هي تعرف نفسك، تدخل نفسك، حيت الاصل ديال نفسك من النفس ديالك، فاش هذاك الروح اللي دار في سيدنا ادم هذاك هو الاصل ديالو. دونك هذاك جاي من الله، دونك الا دخلتي فيه وعرفتيه وعلى هذيك الطريق غتعرف الله ابو. دونك هذا هو الطريق. حنا كان طريقه كنديروا الشومينمون ديالنا باش نعرفوا نفسنا ونفسنا تربى، وعلى هذاك الطريق نعرفوا الله. اي الاخ، ولكن اش نقول لك، واش انت من الواجب ديالك تلبس جلابه بحال هذه باش تعرف الله؟ يعني هاد الاخوه هادو كلهم اللي ما لابسينش الحوايج بحالي انا ولا بحال الاخوه اللي كيصلوا دابا اليوم الجمعه، واش هادو لا بد خصهم يلبسوا الحوايج هادو باش تعرف؟ يعني تقدر تعرف الله بطريق بعده الطرق، ماشي بالواجب. بس سعيد اختي الله يعاون. سلام اختي. نجاوب؟ تفضل اسيدي. نو دابا معرفة الله، الله هو اللي كيقبل عليك تعرفوا ولا لا اصلا. حنا راه غير كنحاولوا كنطلبوا الله هو اللي يفتح علينا، ولكن هذه ماشي هي لا سوليسيون الوحيدة، مي سي ان مويان. سادير يا بوكو دو مويان. هذه علاش ان مويان؟ ديكو غنوصلوا للموضوع. ملي كتلبسها وكتمشى وسط الناس، سورتو مثلا في الجامع مع المسلمين، كاين اللي غيشوفوها كيقولوا هذا في شكل، هذا واش مسطي، هذا واش، كاين اللي كيقولوا بدعه، كل واحد اش كيقول. دونك ا سمومون لا انت بحال كاين واحد لو تشالنج ديال نفسك، كتبدا انت راك كتصلي كيما الناس وكل شيء، ولكن الناس كيبداو يلونسيو عليك هذوك لي روغار وكتجيك ثقيله على نفسك. ا سمومون لا راك عرفتي شويه راسك، فهمتي؟ بحال واحد ليكسبيريونس، حطيتي راسك في واحد لا سيتواسيون اللي بها غتعرف. هو زعما هو دار الطريقه هذه. انا اللي فهمته هي بغى يحط راسه في واحد الحاله، واحد لا سيتياسيون اللي صعيبه، اللي هو يديرها بالعاني باش يشعر بها ويصبر عليها، يصبر عليها. وعلى هذاك طريق الصبر راك كتفهم ديجا بحال دابا الا كنت. وغادي نقول لك واحد القضيه الاخ عصام، تقدر تحط راسك في واحد الحاله صعيبه
وتصبر عليها وهي غتجبد مثلا واحد 10 ولا 20 اورو وهي صعيبه عليك وانت ما عندكش وغادي تخرجها تعطيها لواحد. هذه حاله صعيبه ياك فهمت، وفي نفس الوقت عاونتي بها واحد الانسان. لان دابا واحد القضيه نقول لك، لان دابا انت دابا هذه ماشي الوحيده، هذه شي واحد، هذا ان اكزومبل، ولكن هذا الاكزومبل هذا يعني هذا ان دي مويان، ان دي مويان ولكن هذا المويان هذا المشكل ديالو هو دابا انت الوحيد اللي غادي تدخل على انت. هي دابا راه كاينين بزاف الناس اللي بغاو يعرفوا تهم الله تبارك ولا عندهم دوطر مويان، فهمت؟ يعني انت بغيتي تعرف الله راه ماشي تي با اوبليجي ديت غوماركي باش تعرف الله، تقدر تعرف الله بوحدك في نفسك، تعرف الله انت، تعرف الانسان باش يعرف الله، الانسان يعرف الله بداك الشيء اللي كيتمتع به، كتاكل حاجه كما قلت لك قبيله، كتاكل شي بنانه بوعده كتقول اللهم لك الحمد، كتعرف الله، كتعرف لان الله تبارك الله يرسلها لك، عندك فلوس اللهم لك الحمد، نعستي مزيان اللهم لك الحمد، نعسي مزيان اللهم لك الحمد، درتي هذه اللهم لك الحمد، عاونتي شي واحد اللهم لك الحمد، هذا كتعرف الله، لان ملي كدير هاد لي زاكت هادو كلهم كديرهم كتعرف الله اترافيغ سي زاكت. انت تي بوبليجي. فازي يلاه تفضل. وي بيان سور غادي شو داكور. ابخي الله قال لنا في القران لا تزكوا انفسكم ان الله يزكي. اعلم اعلم والله يعلم الله هو اللي غيزكيك اون فاكت، استاذير ماشي انت، حيت انت ما غتعرفش نفسك. انت كون ما يمكنش تكون انت هو الاستاذ ديالك وانت غتعرف نفسك وغتربيها. دونك انت خاصك، انت ما عارفش، الا جيت انا نتبع راسي ما غاديش نلبس هذه وما غاديش ندير وما غاديش تشوا نفسي، ما او كونترير غنمشي فيغ دوت شوز. دونك جوستومون ماشي انت اللي غتربي راسك، داكشي علاش احنا لو شومينمون كنقولوا خاصك تلقى يكون عندك شيخ. الشيخ ديالك هو اللي به بحال الاستاذ. هو غادي معاك يعني كله وطريقته، كله وطريقته، هو لقى طريقته هكا. يا دابا شوف سي الواحد في قلبه كيرتاح. هذاك صبر دابا حنا كنتمناو بالله تبارك وتعالى ما يكونش زعما هذا اللباس هذا اللي دفعك لشي حاجه اخرى اللي خارجه على الدين. نو با نو ياك فهمت يعني بالعكس لا وسي جامي هز معاه سبحه هو كيشوف فيها. لا لا إيه لا 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 من بعد يعني من بعد كنقول لك انا ماشي على قضيه سبحه ولا اسمه كنقول لك من بعد يعني ما يغيركش هذا الشيء يديك يديك شي اتجاه اخر اللي خارج على الدين وتصدق عاوتاني تصدق في مشاكل. نتمنى والله يحفظنا. ولكن دابا دابا هذا الشيء هذا سؤال اخر سؤال ممكن يكون قبل الاخر. دابا السي عصام دابا نتايا نهار غادي تعرف الله تبارك وتعالى مزيان كيف ما كتقلب دابا تعرفوا نهار غتعرف الله يعني غادي صافي غادي تحيد هذا الشيء هذا؟ نو نو سا اوكي فهمت السؤال انت درتيها باش تعرف الله. اوكي الوغ معرفه الله سكيفو سافواغ سيك ماشي غتوصل واحد النهار وغتعرف الله. الله ما لا بدايه ولا نهايه، واخا تبقى تبحث مع عمرك ما غتعرفه كامل. واخا لا ما تنهضرش انا على اسمه، تنهضر غير على الانسان اللي كيعرف الله كيعرفه في واحد 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 ان سيغتان دوغري يعني ان سيغتان دوغري ديال الايمان. ملي كيعرفه كيعرفه يعني صافي كيرتاح، فهمت؟ ملي كيرتاح صافي كيبانوا ليه شي حوايج بزاف. ما كنهضرش انايا غادي تعرف الله تعرف الله المعرفه اللي لا مايمكنش مايمكنش. انا كنعرف كنقول لك غير هذاك ليطاب اللي انت دابا فيها اللي غادي اللي لابس في هذا الحوايج هذا كتقلب على الله باش تعرفوا ديك المعرفه، معرفه انسانيه انسان ديال الانسان. ديجا الى عرفتيها شويه نفسك هذا الشيء واش غادي تحيد هذا الشيء هذا وغادي تولي بحال ناس اخرين ولا مازال غادي تبقى؟ با جو سي با دو كوا الشومينمون سخا في ستادير الى وصلت لواحد الدرجه ووصلنا لواحد الدرجه وهاد اللبسه مثلا ما بقاتش. الوغ جو في دوني ان اكزومبل غنكملوا عليه واقيلا. هاد اللبسه هذه كانت كتلبس دون الباسي كما قلنا سيدنا عمر بن الخطاب كان كيلبسها ملي كان هو الخليف. الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتمون اللي مات فيه مكتوبه في الاحاديث ملبده لبسوا الامام ابن عجيبه الامام الغزالي اتسيتيرا بزاف بزاف. لا انا ما نقدرش نقول لك نقول لك كونفيرمي ما عرفتش. انا سي موا كي دي ما عرفتش غادي نبحث سيرشي سور جوجل بور فيريفي. اي بلو ريسامون مثلا كانت واحد الطريقه في المغرب سميتها الطريقه الدرقاويه وتا هما كانوا كيلبسوه اي اون ايبوك. اي اريفي ان مومون ما بقاوش كيلبسوها. سادير ان فات هاد السلام عليكم ورحمه الله. هاد اللبسه هذه هاد اللبسه هذه كتجي في وقتها سيتادير ان اوتر ايبوك جانا امر و سي بيان دو لا بورتي سي سا فا تو ترافاي. مي الا كنا في واحد ليبوك وكل شيء ولا كيلبسها ولات لا مود سا سيغ بلو ا ريان صافي سا سيغ بلو ا ريان وليتي. دونك لو بوت جوستومون سي هذه كتلبس واحد الحاجه اللي ثقيله على النفس الا ولات لا مود وكل شيء كيلبسها ولات او كونتخيغ ساهله وزوينه على النفس وما بقاتش فيها تربيه النفس ما بقاتش فيها. دونك افكتيفمون سولون الكونتكست تلبس ولا ما تلبسش اي بور لانستون حنا عندنا شيخنا وعندنا الكونتكست كنلبسوها. داكور انت كتلبس هذه عاد الجمعه؟ الجمعه
سا ديبون كنلبسها كنذكر الله بها كنجي بها للجمعه كنصلي في الدار كنصلي بها كنصلي بها ولا بجلابه اخرى سا ديبون انا والقنا انت والقنا اذا هانتوما شفتوا شباب فينا الراجل لابا الا جيتي تشوف ها انت دابا انا غادي نسولك فيها القب يا غيان دو غير الالوان اللي فوالا انا نسولك واحد السؤال انا قبيله شفتك انت كنتي غادي من هنا وانا واقف فيها كنشوف فيك ودرت يديك اللورانيه هاد اليد اليمنيه درتيها اللور بديت كدير بصبعك هكا هاك كان بحال كنذكر كنتي كتذكر واه كنذكر هذيك وهذيك مام احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيتمشاه في السنه اوكي كيدير يدو غير السنه واش نقول لك انتما عندكم شي حاجه مثلا في ملي كتكونوا كتصلي ولا كتكونوا مجتمعين مثلا انتما الجروب ديالكم اش كيقولوا هذا الجروب هذا الطريقه الكركريه الطريقه الكركريه ملي كتكونوا عندكم دي غينيون كديروا دي غينيون المجمع المجمع ديالكم هذاك الشيء ديال الذكر هذا الشيء كاينين شي حوايج اللي كديرهم اللي مختلفين على خارجين على داكشي اللي كنعرفوا حنا ولا نو نو سي لا ميم شوز وكون حنا راه في غاردي سور جوجل كلشي مفتوح اون في دي فيديو المجمع كله الى فيلمي الى سور يوتيوب الى سور فيسبوك هذاك الشيء مفتوح اي سي اوفر سي تو فينير دايور مرحبا بك لا 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 سي تو سكون في كديروا الجماع ديالكم كنديروا عندنا زاويات دون سيغتان فيل ان فرانس اي ا باري با انكور مي اون ايساي ان شاء الله دو لا كونسبير داكور دونك اذا الاخوه ما كاين حتى شي حاجه قال لك اللي كتعجب لها الانسان الاخ عصام كيكونفيرمي لكم وشرح لكم الطريقه الكركريه الطريقه الكركريه ما قدرتش نحفظها إخوة إلى عندكم شي أسئلة سولونا الأخ عصام راه كيكون هنا مرة كتكون مرة إلى عندكم أسئلة راه جمعة كيكون هنايا نجاو هو هانتوما شفتوا أنا ما كنتش كنتظر بأن غادي يقبل لي الفيديو ولكن هو اللي طلب قال لي ما كاين مشكل قال لي قول نديروا فيديو بكل فرح ما كاين حتى شي حاجة إنسان يعرف يعرفش لأن الناس كتشوف حالات هذا وكيبقى يشوفوا ما فاهميش حنا غادي نوصلوا لكم هذه المعلومة هذه شباب إذا إلا عجبكم هذا الفيديو ديروا لايك إلا ما عجبوش هذا الفيديو ديروا لايك إلا بغيتوا تشوفوا هذا الفيديو شوفوه لا ما بغيتوش تشوفوه تشوفوه حتى الاخر وقولوا ما بغيناش نشوفوه كنتو مع الاخ عصام السلام عليكم.